خير، انا اسمي مينا عبد السيد حنا، امتياز كلية طب اسنان جامعة 6 اكتوبر. انا مشترك في مسابقة الشعر، والنهاردة اقدم لكم قصيدة بعنوان كتيبة المنسي. كتيبة المنسي: ان في الافراح والاعياد بهجة، فتشتاق النفس لمجيء تلك الاجواء. ولكن هل تذكرون هؤلاء الرجال الذين يقضون حياتهم بالصحراء، وتسهر أكفانهم الليل بلا نوم في خدمة الوطن وتلبية النداء؟ أنا الجندي الذي أفنيت عمري في الدفاع عنكم ومحو الأعداء. تلك الأمواج التي جاءت لتدمر وتغرق سلامنا كطوفان الماء، هذه التي تسيء لكل الأديان، هذه التي تثير غضبي واستيائي. نسير على أرض تنبت ألغام حتى تتقاسم الأبدان إلى أشلاء. فلماذا الطعن في الظهر بالدهاء، ثم الفرار إلى الجحور الاختبائي؟ إنها ليست مجرد حرب بالعتاد، إنما أيضا بالفكر وسيادة الآراء. يا إرهابي، كيف تناديني بالطاغوت وأنتم تنشرون التكفير مثل الوباء؟ إنكم تحسبونه طريق النعيم، ولكن لشر الأفعال بئس الجزاء. أما أنا فلم أخن عرقي وبلادي، بل قدمت للزي العسكري ولائي، وتعهدت أن أخدم الله والوطن، فلربي ولمصر ولأهلي كل انتمائي. في الحرب تعزف ملحمة القتال، وتروى الساحة بسفك الدماء، وفي السكون تعذبنا الآلام، ولا يوجد مسكن سوى البكاء على فقدان أبطالنا المحمولين في موكب فاخر يليق بالشهداء. اعتادت أعيننا على رؤية الفظائع، فإنها واقع وليست فيلم سينمائي. ولكن تعلمت أن التخاذل علة، أما في النهوض أجد دوائي. أصالح أخي وأودع رفقائي، فربما اليوم يكون آخر لقائي. هؤلاء هم رجال كتيبة المنسي، الذين لا يخشون إلا رب السماء. في تضحياتهم يفيض الحبر برثائي، في انتصاراتهم تعلو أصوات الغناء. هم يصنعون مجدا يحكيه التاريخ، وفي سيرتهم تكتب روايات القراء. غدا سيرحل عنا رجال المنسي، ويحيا طيب ذكراهم وأرض سينائي. شكرا.